الشرقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل. بداية دكتور مرحبا بك في حصاد هذه الليلة. يا مرحبا. دكتور، رئيس الجمهورية أطلق عددا من المشاريع في مجال تطوير الغاز في مؤتمر القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر. السؤال هنا، لماذا هذا التركيز على محور الغاز؟ هل يأتي ذلك ضمن سلسلة برامج لربما يسير وفقها العراق حاليا؟ نعم بالتأكيد، هو ضمن إطار سلسلة برامج. وأيضا نحب نذكر أنه خلال 20 عام أهمل الاستثمار في مجال إنتاج الغاز، وفقط في البصرة في الجنوب يحرق سنويا من الغاز بكلفة أو بقيمة 2.5 مليار دولار، يعني وهذه يعني هدر كبير في الاقتصاد وفي الثروات العراقية. اليوم يعني محطة إنتاج الغاز في سليمانية مهمة جدا، وتغذي الطاقة الكهربائية، إنتاج الطاقة الكهربائية في إقليم كردستان، وتنتج أكثر من 70 مليون قدم مكعب غاز يوميا، ممكن يسد حتى حاجة العراق من الغاز ولا يحتاج لاستيراد الغاز من إيران تقريبا. إنتاج الغاز بالعراق أيضا على الصعيد يعني البصرة، المناطق المختلفة اللي موجود بها هذه الثروة، مهم جدا في مجال التصدير، يعني تصدير الغاز، لأن اليوم الغاز هو يعني المصدر الحيوي لإنتاج الطاقة وتشغيل الصناعات وغيرها في العالم، وخصوصا في حال زوال أو تلاشي مصادر النفط أو يعني انحسارها أو أصبحت نادرة، فالغاز بصورة عامة سيحتل هذا الموقع محل النفط، ويولد طاقة تسد الحاجة العالمية لإنتاج الكهرباء وغيرها من التفاصيل. إذن الاهتمام بالغاز في العراق هو اهتمام بمستقبل الطاقة بالعراق أولا، وأيضا الاهتمام بالعراق كشريك على صعيد العلاقات التجارية، سوق الغاز العالمي وهو سوق جدا مهم بالنسبة لأوروبا، وهي قريبة عبر تركيا ممكن يصل أنبوب الغاز العراقي إلى أوروبا. وأيضا لا ننسى مسألة الطاقة، يعني في قطر الغاز، في قطر سيمدون أنبوب من الدوحة عبر العراق وتركيا نحو أوروبا، لأن نتذكر في الحرب الأوكرانية توقف أنبوب نقل الغاز من روسيا اللي هي المنتج أو تمتلك الاحتياطي الأول في العالم روسيا، وإيران تمتلك الاحتياطي الثاني وقطر الثالث. نعم. إذن ممكن يدخل العراق في منافسة في هذه السوق، وأيضا يكون هناك شراكة مع قطر وتنسيق مع الدول اللي تنتج غاز في المنطقة من أجل موضوع الأسعار، لأن هناك. طيب دكتور، يعني أرجو أن تبقى معي لنستمع معا أهم ما جاء في حديث رئيس الجمهورية خلال المؤتمر حول مشاركة العراق، ومن ثم لنا عودة. وعلى الرغم من كل التحديات، فقد ضاعف العراق إنتاجه إلى 4.7 مليون برميل خلال العشر سنوات الماضية، ليحتل وحده مساهمته بخمس زيادة العالمية المتحققة في الإنتاج. لقد أشار النص الختامي لمؤتمر الأطراف كوبيك 28 إلى اعتماد الوقود الانتقالي كركيزة من ركائز التحول، وهو ما كان حاضراً أصلاً ومنذ السنوات في رؤيتنا الوطنية لصناعة الغاز، لأن الدور الوسيطي الذي يمكن أن تلعبه صناعة الغاز في مسار التحول بالطاقة يجعل من المهم التركيز على هذه الصناعة ضمن خطط وأهداف البلد. يتجلى الدور الفاعل للغاز في قطاع الطاقة على أمدين، القريب والبعيد، ليس لأنه الوقود أقل تلوثاً فقط، بل لدوره التكاملي والتشاركي مع مصادر الطاقة النظيفة بسبب مرونة العمل به في قطاع التوليد وفي صناعات الضرورية التي تأتي من تقنيات التوليد الكفؤة للطاقة كدورات المركبة بكفاءة قاربت
65% أو لكونه مادة أولية لصناعات البتروكيميائية التي لا غنى للعالم عنها بأي حال من الأحوال. وهذا هو الدور الذي يقوم به حالياً منتدى البلدان المصدرة للغاز للوصول إلى استقرار يدعم المصدرين والمستهلكين، ويدعم قبل ذلك صناعة الغاز نفسها التي تحتاج إلى جهد وتمويل كبيرين على مستوى الإنتاج ومستوى التصدير. والإيمان بهذا الدور للمنتدى كان حافزاً للعراق لإبداء رغبته بالدخول للمنتدى كمراقب، تمهيداً للوصول للعضوية الفاعلة، خصوصاً إن المنتدى حريص على تنسيق الرؤى والمواقف مع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك. على مستوى الميداني وانطلاقاً من هذه الرؤية أطلقنا عدة مشاريع، وهي مشاريع لحقول الغازية واعدة. من جهة أخرى صادق مجلس الوزراء على توصيات إنشاء منصة الغاز المسال في ميناء الفاو الكبير، وهي أولى من نوعها في بلد من أجل تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها. أرحب بك مرة أخرى دكتور غازي فيصل. استمعنا معا إلى ما تطرق به رئيس الجمهورية في المؤتمر حول ما أنجزته وزارة النفط من مضاعفة إنتاجها إلى أكثر من 4 ملايين برميل. هل فعلا البلاد قادرة على الاستغناء من استيراد المشتقات النفطية والاكتفاء الذاتي؟ وهنا نتحدث عن المصافي المتوقفة التي لن تستطيع الحكومة تشغيلها حتى الآن. نعم، مؤكد ما أشار إلى السيد الرئيس نقاط جدا مهمة. طبعا على صعيد إنتاج النفط، العراق ثاني منتج للنفط بعد المملكة العربية السعودية ومصدر في السوق العالمي، وهو منتج مهم، والتخطيط أيضا يذهب نحو أن يصل الرقم من 4.7 مليون إلى 7 مليون برميل يوميا، ممكن يصل إلى 9، يعني يقترب من قدرة المملكة العربية السعودية على إنتاج اليومي للنفط اللي يبلغ 10 إلى 11 إلى 9 مليون حسب الظروف وحسب السوق العالمي للنفط. ما يتعلق بالغاز مثل ما أشار، أكيد هو إحنا الآن في العالم كله في مرحلة انتقالية أولا نحو المصادر النظيفة للطاقة، وهذه مسألة جدا مهمة لأن ترتبط بالتلوث البيئي وبمشكلات الفيضانات اللي تنعكس في العالم بسبب التلوث البيئي، التصحر، احتراق الغابات أو اختفاء الغابات تدريجيا، موت الثروة الحيوانية كلها بسبب التصحر، مشكلة المياه أو غيرها. إذن الغاز يضع حلول مهمة جدية إضافة لمصادر الطاقة الأخرى اللي هي طبعا الشمس عبر اللوائح الشمسية اللي تحول الشمس إلى طاقة، مسألة الهيدروليكية عبر السدود عبر المياه، يعني تفاصيل الهيدروجينية أيضا ممكن تكون مصدر مهم. اليوم الطاقة الخضراء اللي تسهم بإنتاجها المملكة العربية السعودية ومصر واليابان تستورد هذه الطاقة الخضراء. إذن مصادر الطاقة ستتغير وتتنوع، وبالتالي بإمكان العراق أن يذهب إلى أن يكون منتج، ويعني منتج مهم على صعيد تنوع مصادر الطاقة. الغاز يمتلك اليوم العراق ثروات مهمة، احتياطي مهم للغاز اللي كان يحرق بصورة عبثية مع الأسف، وبالتالي ممكن يلعب دور في السوق الإقليمي والسوق الأوروبي والسوق العالمي عموما. لكن ننسى أن هناك منافس في أفريقيا، وأيضا منافس اللي هي روسيا المنتج الأول وتمتلك الاحتياطات الأولى، أيضا الجزائر منافس مهم وهكذا. إذن هو يدخل في سوق تنافسي، وأنا أعتقد جدير العراق بأن يحظى باهتمام ويحقق مكاسب اقتصادية، وأيضا ممكن هذا الغاز يعني يسد الحاجة الذاتية أيضا، لأن نعرف تماما أن إنتاج الكهرباء في العراق يعتمد على الغاز، وهذه مسألة مهمة جدا. وأيضا الطاقة، طاقة البترول والمصافي وغيرها، يعني شفنا مصفى بيجي حصل تطور نوعي مهم، الآن ينتج تقريبا 150 يعني ألف برميل يوميا، يحولها إلى مصادر متنوعة، ممكن يوصل إلى 300 ألف والمطلوب أن يصل إلى 400 ألف.
إذن هناك تحولات، هناك جهود. نعم. مع الأسف أهملت هذه المجالات الحيوية في الطاقة في اقتصاد العراق خلال 20 عام. اليوم من الجيد يعني أن السيد السوداني الوزارة المنهج يذهب نحو إعادة بناء هذه القاعدة الصناعية المهمة، سواء للطاقة أو لإنتاج المشتقات النفطية أو لقضايا تتعلق بإنتاج الغاز عموما أو الطاقة النفطية وزيادة قدرة العراق على الإنتاج لتحقيق مكاسب اقتصادية مهمة. طيب، هذا الحديث الواقعي دكتور والنظرة المستقبلية للبلاد، يعني في أي خانة نضعها مع ما أنجزته الحكومة على صعيد الخلاص من الغاز المستورد الغاز الإيراني الذي سيطر كما تعلم على طاقة العراق لسنوات وهناك مشاكل؟ نعم. منه نعم، طبعا هذه كارثة في الواقع. يعني الاعتماد الكلي على دولة من دول الجوار، يعني سواء كانت تركيا سواء كانت إيران سواء كانت دولة إقليمية، الاعتماد الكلي على سلعة معينة بحيث يتحول العراق إلى ما نسميه أحادي الاقتصاد أو أحادي الاعتماد على دولة من دول الجوار، هذه كارثة. لأن أي مشكلة ممكن تصير، يعني لاحظنا عندما تحصل أي مشكلة من مشاكل إنتاج الغاز في إيران يتوقف تصدير الغاز، معنى تتوقف الكهرباء في محافظات كثيرة. إذن وإذا أكو مصانع تتوقف المصانع، يتوقف الإنتاج وتتوقف الفرص الحقيقية لتطوير الاقتصاد العراقي. إذن هذا الغاز، ربط الكهرباء العراقي بالغاز الإيراني حصرا، بالتأكيد يؤدي إلى نوع من أنواع الاحتكار. مع الأسف إيران أيضا تحتكر السوق العراقية، يعني هناك أكثر من 12 مليار دولار سنويا يستورد العراق سلع مختلفة. العراق يستورد بسبب فشل الزراعة وانعدامها لحد اليوم، مع الأسف أكثر من يعني 92% من غذائه يستورده من إيران ومن تركيا. كل هذه القضايا يجب، يعني عندما يصير حديث وتصريحات عن الاستقلال والسيادة وغيرها، الاستقلال ليس فقط سياسي، الاستقلال اقتصادي، الاستقلال ثقافي، الاستقلال اجتماعي علمي تكنولوجي، الاستقلال مثل ما نشوف في مجال الطاقة وغيرها من التفاصيل. طيب. ممكن يعني مثل ما كانت أوروبا خاضعة لعبودية الغاز الروسي، بعد الحرب تحررت أوروبا من الغاز الروسي، طبعا هذا خسارة لروسيا، ولجأت إلى الغاز الجزائري والغاز المصري والغاز في البحر المتوسط شرق المتوسط، وهكذا دول أخرى عديدة ممكن توصل الغاز وحتى من قلب القارة الأفريقية إلى القارة الأوروبية. طيب، ننتقل إلى محور آخر دكتور، إلى يعني محور جولات التراخيص في البلاد. كيف يمكن لبغداد يعني أن تتجاوز عقبة الشركات النفطية العملاقة التي تضع شروطا قاسية على بغداد ومن ثم تقرر الانسحاب؟ يعني نشير هنا إلى ما جرى مع الشركة الهولندية سابقا. نعم، يعني أولا بالنسبة للعراق اليوم، على الرغم من قد يكون هناك خبرات عراقية في مجال النفط الحفر إلى آخره، يعني أنا سبق أن التقيت في أحد المسؤولين في شركة ألف قبل أن تندمج بتوتال، فشرح لي بصورة بسيطة كيف مهم جدا أن تنتقل التكنولوجيا الحديثة في مسألة الآبار، في مسألة الحفر، في مسألة الاحتياطي، الطرق الحديثة المتطورة التي تستخدمها الشركات. يعني عندما تأتيك شركة متطورة مثل شيل أو توتال أو غيرها من الشركات العالمية، بالتأكيد ستضيف للاحتياطات الموجودة احتياطات مضافة. هذه نقطة جدا مهمة. ولو استخدمنا تكنولوجيا متخلفة من دولة من الجوار أو نامية وعندها بعض الشركات اللي تنمو، ولنضرب مثل إيران لإنتاج النفط، أكيد سيتم يعني تخريب بدون أن يعني بدون قصد. التكنولوجيا المتخلفة تؤدي إلى تخريب الآبار وتضيع عليك فرص لرفع معدلات الاحتياطات النفطية. إذن التكنولوجيا المتطورة، الشركات المتطورة في العالم، نعم، سواء كانت أمريكية فرنسية أوروبية غيرها، تمتلك تكنولوجيا ترفع من معدلات الاحتياط وأيضا تزيد الإنتاج وتضمن حفر آبار بمستوى عالي من التكنولوجيا. إذن نعم. أنت لا غنى
عندك عن أن تلجأ أو يعني تتعامل مع هذه الشركات حتى لو عندك خبرات. يعني إحنا يعني بالسنوات السابقة الثمانينات والتسعينات والسبعينات نعم كان هناك خبرات بالعراق، لكن هذه الخبرات لا يمكن أن تعمل بمعزل عن الحاجة إلى الشركات العالمية اللي تمتلك خبرات وتكنولوجيا عالية الدقة. نعم قد يصير ضغوط، قد يصير نوع من يعني فرض عقود عالية الكلفة، لكن هذا متروك بالتأكيد واضح للمفاوض العراقي. نعم نعم، حدثنا عبر سكايب الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك انضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة. يا مرحبا، أهلا وسهلا.